تختار اللي بيشوفوك من برا، بس كم واحد بحياتك ممكن يشوفك من جوا؟ كم واحد ممكن يحس فيك ويفهمك بدون ما تشرح وتبرر؟ كم واحد ممكن يعرف اللي يساعدك ويعمله وكل شيء بيزعجك يتجنبه؟ كم واحد ما بيشكك بنواياك ولا بمل منك ولا من قصصك وبيشوفك كل يوم كأنه بيشوفك أول مرة؟ كم واحد بيعرف أدق تفاصيلك وأسرارك ومزاياك وعيوبك ولسه بيوثق فيك وبيحبك؟ كم واحد ممكن يحسسك أنك غالي ومكانك عالي وأنك ما تحتاج لقناع حتى يتقبلك أو يتحملك؟ كتار اللي بيشوفوك من برا، بس وحدهم اللي بيشوفوك من جوا رح يبقوا معك للآخر مهما تغيرت من برا.